مذكرتنا قلنا بداية المغرب لما كتمشي للدستور ديالو كتلقى فيه بأنه الفقرة الأولى منه تقول المغرب دولة ديمقراطية تعتمد منظومة حقوق الإنسان وتعتمد الحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز وكذا. عاد في الفقرة الثانية تقول المغرب دولة إسلامية. فبالتالي ما نجيوش البعض كيجي كيقولنا المغرب دولة إسلامية، ولكن هادشي اللي كيقولوا الدستور، ولكن كتمشيو كطيروا الفقره الاولى اللي كتقول المغرب دوله ديمقراطيه. فهاد الدوله الديمقراطيه اللي كتقول كذلك بانه وفي نفس الفقره المغرب يعتمد المواثيق الدوليه المختلفه اللي موقع عليها. ولكن مع ذلك احنا ما مشيناش في اتجاه اللي كيمس حسب ما تقوله بعض الاوساط فيما هو قطعي ثوابت فيما هو حاولنا ناخذ بعين الاعتبار ذلك. مثلا لما مشينا للارث قلنا وطيب وعلى الاقل مساله ما يمكنش تقولوا لنا انها فيها نص قطعي، هي تصيب لمساله اللي غير مقبوله العقل ما كيقبلهاش، لمساله اللي غير مقبوله العقل ما كيقبلهاش. فعلى الاقل هذه بعض الاوساط تقول لا حتى هذا الشيء ما تقيسوش فيه، لا غنقيسوا فيه. كاينة مسألة أخرى خرجوا بها وهي إسقاط تعصيب في الإرث، يعني يقولون بأن يعني ما كايناش في القرآن فعلاش غادي نديروه؟ شيخ الحسن هذا من جهلهم، بالعكس هي موجودة في القرآن، والتعصيب هو عماد القانون الأسرة، عماد قانون الإرث، فإذا حذفنا التعصيب انتهى القانون كله، نار سينهار القانون كله، وهذا الذي يريدون. أنا قلت لكم باختصار لا يريدون شيئا مستمدا من الشريعة، حتى تظهر لكم الصورة واضحة من غير رتوش، لا يريدون قانونا مستمدا من الإسلام، يريدون قوانين بشرية محضة، هم هاربون من الله، هؤلاء هاربون من الله، لا يريدون يسمعوا لا قال الله لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ حسن، كلمة أخيرة، يعني في كلمة أخيرة لكل الفاعلين السياسيين، لكل النشطاء، للمجتمع المدني، للمواطنين، للمغاربة، ما هي رسالتكم في كلمة أخيرة؟ والله رسالتي هي أن عزنا بالإسلام ورفعتنا بالإسلام، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فيا معشر أهل المغرب، إن عزكم وشرفكم وانتصاركم ورفعتكم هي بالإسلام، به ارتفعنا، به جعلنا الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، به فتحنا الفتوحات، به أصبحنا أمراء الناس وزعماءهم، وبغيره أصبحنا في الحضيض، أصبحنا نمخر عباب البحار حتى نذهب إلى بلاد الأجانب ونتسول فيها ويلقون إلينا بعض فتات موائدهم، ونرى ذلك أمرا عظيما وأمرا كبيرا. وهكذا أصبح شبابنا يموتون ويصبحون فريسة للأسماك في شواطئ البحار، بدل أن كانوا يبنون هذه البلاد أصبحوا يفرون ويهربون، يبحثون عن لقمة العيش في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من البلدان. وأصبح كثير من بناتنا والعياذ بالله وبنات الآخرين والعياذ بالله يتاجرن بأعراضهن والعياذ بالله، حتى بلغنا إلى أقاصي البلدان في أمر مزر يستحي منه الإنسان. ما الذي وقع حتى يصبح هؤلاء هكذا؟ إلا أنهم ابتعدوا عن دين الله، ابتعدت المساجد فضيق عليها فما عاد فيها لا دروس ولا محاضرات ولا هداية وما إلى ذلك، ضيق على خطبة الجمعة فما عاد لها تأثير على الناس، ضيق على الصوت الداعي حتى في المدارس، أصبحت المناهج تفسد الشباب، تفسد الجيل الجديد بدل أن تستعاد، ضيق على لغتنا ضيق عليه حتى ما أصبح يتقنها إلا القليل، هذه مصيبة. فلذلك عودوا إلى مجدكم وعزكم وذلك في الإسلام.